السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده هنخصص الحلقه عن موضوع كتر فيه الكلام جدا، هو موضوع هل اللانشون او تناول اللانشون او المرتديلا في ضرر على صحتنا، ولا الكلام اللي بيتقال عليها دوت هو مجرد اشاعات. مبدئيا كده عشان نبدا كلامنا عن موضوع اللانشون، اللانشون او المرتديلا احد مصنعات اللحوم. طبعا في منتجات منها بنفس الطريقه بتتعمل للدجاج، ولكن في الاغلب المكونات اللي هتتحط فيها باختلاف لحم الدجاج او لحم البقر يعني هيبقى نفس المكونات نفس طريقه التصنيع تقريبا، ما هي ايه، هي واحده. طيب عشان نعرف الاول عشان نعرف هل اللانشون مضر او تناوله مضر او لا، لازم نعرف هو اصلا بيتكون من ايه. اللانشون بيتكون من، طبعا عشان نبقى عارفين نمره واحد كده، ان اللانشون وجميع مصنعات اللحوم بتستخدم لحوم برازيليه مجمده، لحوم بتستورد من البرازيل بغرض التصنيع، غير اللحوم البرازيلية المجمدة اللي بتستهلك للطبخ. في لحوم برازيلية بتيجي بغرض التصنيع، نسبة الدهن فيها مرتفعة، ونسبة الجمارك اللي بتبقى عليها عشان هتخش في عملية التصنيع، نسبة الجمارك والرسوم اللي بتخش فيها للدول العربية بتبقى أقل، لأنها ما أصلا مستوردة بغرض التصنيع. يبقى مبدئيا كده اللحوم اللي موجودة في جميع اللحوم المصنعة ومنها اللانشون أو المرتديلا هي لحوم مجمدة مستوردة من دولة البرازيل تحديدا، لأن طبعا هي أكبر دولة منتجة للحوم، وفي نفس الوقت برضو اللحوم فيها رخيصة، وبالتالي المستورد بيفضل أنه هو يستورد من البرازيل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللحم مش المكون الرئيسي لللانشون. اللانشون بيتكون من عدة مكونات، طبعا بالإضافة لنسبة اللحم فيه بنحط عليه أو بيتحط عليه نسبة من المواد المالقة، ودي بتبقى في الغالب نشا وصويا. نشا من نشا التصنيع بيتحط، غير النشا الذرة بتسمى نشا بطاطس أو نشا البطاطا، بتتحط على نسبة من فول الصويا، ويتفضل كده بقى إيه المواد الملونة والمواد المكسبة للطعم والمواد الحافظة. عندنا في مجموعة من المواد، وهي دي اللي بيبقى عندها المشكلة بتاعة اللانشون. يبقى اللانشون عبارة عن لحمة مفرومة بيتحط عليها صويا، بيتحط عليها نشا بطاطس، وبيتحط عليها نترات صوديوم عشان الحفظ. مادة نترات الصوديوم هي مادة حافظة، مش بتتحط على اللانشون بس عشان ما نسلمش اللانشون او المصنعات اللحوم، بتتحط على معظم الأغذية المحفوظة، دي مادة حافظة. بيتحط عليها مادة تانية اسمها جلوتاميت احادي الصوديوم او جلوتاميت الصوديوم الاحادي. المادة دي مادة منكهة، مادة بتخلي الجهاز العصبي عندنا يستشعر الطعم بزيادة، يعني بيخلي، هي مادة ملهاش طعم بس بتخلي، بتأثر على احساسنا احنا بطعم الحاجة اللي بناكلها. ودي برضو مش موجودة في اللانشون بس، مش موجودة مصنعات اللحوم بس، هي موجودة في منتجات كتير، منها مثلا مرقة الدجاج برضو موجودة فيها، الشيبسيهات، الحاجات، البطاطس بمنتجاتها المختلفة ماركاتها المختلفة موجود فيها مادة جلوتامات الصوديوم. بيتحط فيها اكتر من مركب لمضادات الاكسدة. ليه؟ لان طبعا اللحمة اللي داخل فيها زي ما قلنا، اللحمة اللي داخلة فيها تصنيع اللانشون هي لحمة عالية في نسبة الدهون وعالية بنسبة الكوليسترول، وبالتالي اللانشون ديت، اللانشون بالذات اللي هو اللانشون اللي بيبقى في رول زي الكوز كده، ده مش بيتحط في تلاجات الا بعد ما يتقطع، طول ما هو محفوظ في الرول البلاستيك بتاعه بيتنقل كده، واحنا بنشوف العربيات بتنقله كده، فما بيتحطش في تلاجات، فلازم مواد تمنع الدهون دي من التزنخ او من الفساد، فبيتحط فيها مضادات اكسده. يبقى احنا عندنا نترات صوديوم، جلوتاميت صوديوم، ومركبات لمضادات الاكسده عشان تحفظ الدهون من الايه، من التزنخ. حاجه تانية، المواد دي كلها بتغطي على لون اللحمه، يعني لون اللحم اللي فيه اللون الاحمر او الوردي اللي احنا شايفينه دوت مش هو لون اللحمه، لان نسبه اللحمه فيها هتبقى قليله بعد الاضافات اللي انا قلتها دي كلها، فمحتاجين لون يتحط، مركبات لونيه اللي هي الوان الطعام اللي المفروض ان هي تتحط بالنسب والمواد المصرح بيها. يبقى احنا كده عرفنا مكونات اللانشون. طب بعد ما بيحطوا المكونات دي، النضج بتاع اللانشون بيبقى بيتعمل ازاي؟ اللانشون بيتحط بيبقى وهو ني، بيبقى عامل زي قوامه، بيبقى عامل زي الطحينه الثقيله شويه، بيتحط في الرولات اللي هي البلاستيك ديت، وبيتدخل لافران. درجه حراره الفرن لا تتجاوز درجه ال 80 درجه مئويه، وده بيخلينا نخش في موضوع تاني اللي هو هل الدرجه دي كافيه لقتل جميع انواع البكتيريا المتكرسمه جوه اللحمه ولا لا.
وده اللي هنشوفه بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا على اللانشون. معذورين النهارده معلش الفيديو ممكن يطول شويه، بس هو يعني عشان نوضح الصوره عشان الناس. اللانشون ده داخل في تركيب اي ساندوتش بياخده اي طفل للمدرسه، فيعني لازم نعرف شويه لان مفيش بيت لا يخلو من اللانشون يعني. فمعلش اعذروني النهارده الفيديو طويل شويه. احنا اتكلمنا عن المكونات، نيجي بقى لموضوع الانضاج. انا بانضج اللانشون ازاي، او المصانع بتعمل عمليه انضاج او طهي للانشون ازاي؟ زي ما قلنا بتبقى رولات بتتحط في اوفران لا تزيد درجه حرارتها عن 80 مئوي. طيب ده بيخليه في اللانشون فيه مسببات مرضيه، بالطبع طبعا بيبقى فيه مسببات مرضيه، وعلى راسها بكتيريا اسمها بكتيريا ليستيريا. بكتيريا الليستيريا دي بكتيريا مش موجوده في اللانشون بس، ممكن تبقى موجوده في الخضار اللي مش مغسول، موجوده في الجبنه الروكفور، موجوده اي نوع جبنه طري ممكن يبقى موجود الليستيريا دي فيها، ودي بتسبب مرض اسمه ليستريوزس. المرض ده ممكن يصيب الانسان ويعمل له اعراض زي القيء والغثيان والمغص وارتفاع درجه الحراره. للاسف المرض دوت معظم الناس اللي مناعتها قويه ممكن يتغلب عليه والاعراض بتاعته تبقى طفيفه، ولكن بيبقى الخطوره ان هو يصيب امراه في فتره الحمل، المناعه بتبقى ضعيفه وممكن يعبر المرض يعبر للمشيمه لا قدر الله ويعدي للطفل، فده بيبقى خطوره جامده على الام والجنين طبعا. فبالتالي يحظر تماما او لا يفضل تماما ان انا اكل اللانشون في فتره الايه في فتره الحمل. نيجي بقى لموضوع مرض القطط. مرض القطط او المرض اللي بيسبب الاجهاض ايا كان المسمى، هو مرض بيسببه طفيل اسمه التاكسوبلازما، وده مش زي موجود في كتير من المواقع، مش فيروس ومش بكتيريا، هو طفيل يعني كائن وحيد الخليه، مش مصنف تحت قائمه لا بكتيريا ولا فيروس، هو طفيل وحيد الخليه بيصيب القطط تحديدا، وبينتقل من القطه للانسان عن طريق ان القطه او القطط بصفة عامة عندها عادة انها ايه بتلحس الفروة بتاعتها او بتحك الفروة بتاعتها بلسانها، وده بالتالي بينقل الطفيل على الشعر بتاعها، والشعر ده اذا تطاير ممكن اذا لوث اي مادة غذائية واحنا تناولناها ممكن يسبب العدوى بطفيل التاكسوبلازما. ايضا برضو الى الستول او البراز بتاع القطط بينقل برضو الطفيل. بيبقى موجود في اللانشون وموجود في اللحوم المش مستويه، موجود في كتير من اللحوم المصنعه، لان درجه حراره انضاجها مش الدرجه اللي ممكن تقضي على الطفيل جواها، وده برضو احد الحاجات اللي ممكن يبقى فيها شويه محاذير على تناول ايه اللانشون. بس برضو الطفيل التاكسوبلازما ده ممكن ينتقل الينا بكذا طريقه، مش هو اللانشون او اللحوم المصنعه بس هي الطريق الوحيد ليه. يبقى كده احنا اتعرفنا على طهي مكونات اللانشون وطرق طهيه. نيجي بقى للسؤال اللي احنا عاملين من خلاله الفيديو، هل بعد كل اللي سمعناه دوت وبعد كل الفيديوهات اللي منشوره، لان في ناس نشرت فيديوهات ان في حيوانات متعفنه بتتفرم في مكنه كده غريبه وان ده اللي بيصنع اللانشون، والقصص الغريبه اللي احنا كنا بنسمعها واحنا صغيرين ان الفيران بتتفرم مع اللانشون والكلام دوت وبتاع، انا مش عايز اخش في لان ده برضو يعني حاجات مش ثابته، ما فيش اي حاجه ثبتت عليها. ولكن احنا ناكل لانشون ولا ما ناكلش؟ اللانشون عليه واللحوم المصنعه عليها محاذير كتير جدا في تناولها، ولكن انا ما اقدرش ابقى حالم زي كتير جدا من الاطباء للاسف بيقولوا ايه اي حاجه فيها ضرر امنع. المنتجات دي دخلت نسيج حياتنا وصعب جدا ان احنا بمنتهى البساطه ما نتناولهاش، نقول ان مصنعات اللحوم كلها يعني ما ناكلهاش ونقطعها والحاجات دي كلها نقطعها. طبعا يعني اذا كان نقدر نقطعها يبقى حاجه جميله جدا، ولكن احنا عايزين نتكلم كلام واقعي. الكلام الواقعي بنقول ان احنا صعب جدا ان احنا نقطع هذه المنتجات. مش بتكلم على اللانشون بس، بتكلم على مصنعات اللحوم بس، مصنعات اللحوم بس كلها معظم الاغذيه اللي احنا بناكلها فيها داخل فيها المركبات الحافظه والمواد الحافظه والمواد المنكهه. طيب نعمل ايه؟ الاقلال قدر الاستطاعه، ان احنا نقلل من تناول اللانشون ومصنعات اللحوم قدر المستطاع. لان يبقى احنا ناكل لانشون ولا ما ناكلش؟ السؤال الصعب دوت اجابته تتلخص في الاتي، عشان ما اطولش عليكم عشان الفيديو ما يزيدش طوله. يعني اول حاجه نقلل قدر الاستطاعه. يعني ايه؟
ما نحرمش اولادنا ان هم ياكلوا، لان برضو الطعم بتاع اللانشون هو محبب ليهم، محبب لينا، ما نكدبش على نفسنا، احنا كلنا بنتناوله. اذا كنا نقدر نمنعه فبها ونعمة، يبقى كويس جدا. اذا ما كناش نقدر نمنعه يبقى نقلل قدر الاستطاعة، لان تأثيره بالكميات الكبيرة بيبقى فظيع جدا ومش صحي خالص ان احنا نكثر من تناول اللحوم المصنعة، وبالذات اللانشون، لان هي بناكلها زي ما هي كده فريش. ممكن اللحوم المصنعة التانية بتتحط على النار ممكن تقلل شوية من اضرار المسببات المرضية اللي ممكن تكون موجودة فيها. يبقى اول حاجة الاقلال. تاني حاجة تناول مع وجبة اي لحوم مصنعة، وخصوصا من اللانشون، نتناول الخضار والفاكهة الغني بنسبة فيتامين سي. الفيتامين سي بيقلل جدا جدا من تأثير المواد الحافظة والمواد الملونة الموجودة، ودي دراسات اتعملت في بلاد كتير، الموجودة في اللانشون. يبقى احنا نقلل وفي نفس الوقت ناخد حاجة فيها فيتامين سي عالي، خضار وفاكهة بنسبة، في طبعا الفلفل الأخضر في نسبة فيتامين سي عالي، الجوافة فيها فيتامين سي عالي، البرتقال والسيترس الحمضيات يعني الموالح فيها فيتامين سي عالي. يبقى ناخد الحاجات اللي فيها فيتامين سي عالي عليها. تالت حاجة والأخيرة، إن إحنا لما نشتري اللانشون نشتري من أماكن إحنا عارفين إن هي ليها سمعة طيبة. يعني الماركات طبعا بتاعت اللانشون عندنا في مصر والدول العربية كتيرة جدا، فمعروف في مصانع بدون ذكر أسماء عشان ما نخشش في مصانع ليها سمعة معينة، معروف إنها بتبقى الإنتاج بتاعها رخيص وبتنتج منتجات بغرض التسويق في المناطق الشعبية والريفية عشان سعرها أرخص يعني. لأن طبعا اللانشون زي ما قلت لكم هو منافس لصناعة ساندوتش المدرسة، هو باستهلاكه بيزيد جدا في فترة المدارس اللي احنا داخلين عليها دلوقتي. فبالتالي لو احنا حطيناه في أسعاره في مقارنة مع الجبن الرومي وأنواع الجبن اللي ممكن تتحط سهلة في الساندوتش ده هيخلي اللانشون تكسب لو كانت أرخص. فالمصانع بتلعب على كده، فاحنا ما نسترخصش في موضوع اللانشون بالذات. برضو واحنا بنشتري من محلات سوبر ماركت او هايبر ماركت تكون السحب عليها كتير، عشان اللانشون لما بيتقطع ودرجة الحفظ بتاعته في التلاجة بتاعت العرض دي تلاجة 4 مئوي زي تلاجة البيت، وبالتالي بتبقى عرضة اكتر لما بنقطعها، بيتقطع من الكوز اللي هو الرول دوت، بعد ما بيقطعها بيغلفها بالورق الفويل ده او الورق السوليفان ده او الاستريتش ده، وبيحطها في ثلاجة العرض تاني طول مدة بقائها في ثلاجة العرض من غير ما تخلص ويجيب غيرها وهكذا. يعني السحب لما يكون بطيء بيعرض اللحمة او اللانشون او البسطرمة او اي مصنع لحوم لمزيد من المسببات المرضية، وبالتالي هيبقى ضرر. برضو لما نشتري ما نشتريش كميات كبيرة وتقعد عندنا في الثلاجة، نشتري على قد ما نستعمله ونستهلكه. نشتري ايه تاني؟ يا رب اكون قدرت النهارده، وانا اسف جدا ان انا طولت في الفيديو دوت، ولكن هو الموضوع كثر فيه الكلام، واصلا اللانشون ومصنعات اللحوم عليها كلام كتير يحتاج حلقات كتير والمكونات اللي فيها كتير جدا. فيا رب اكون قدرت الخص الموضوع في الدقائق ديت، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.